الوحيد محمد رضا نائب الرئيس ديال جمعية آيس بير. السلام عليكم. أولا بغي نشكر السلطات المحلية على رأسهم سيد العامل وكاع الناس اللي تعاونوا معنا باش درنا التظاهرة، والسيد رئيس الجماعة ديال مدينة القنيطرة ورئيس الجماعة ديال المهدية ديال الجماعة ديال المهدية. اللي يمكنني نقول لكم على التظاهرة كما قلتي، هو التظاهرة كانت معروفة بها مدينة القنيطرة في الثمانينات والتسعينات، كنا تنعرفوا الناس الكبار ديال مدينة القنيطرة لعائلة الزيزي وعائلة بشيش كانوا معروفين بهذا الشيء وعائلة العريشي، ولكن مالوغوزمون في السنوات الأخيرة افتقدنا هذا الشيء. الأسباب علاش افتقدنا ما عرفناهمش. حنا دابا منين شفنا بأن القنيطرة ما بقاتش تنظم هذا الشيء، هضرنا مع الناس ديال الجامعة ديال السيارات اللي الحمد لله توفقنا باش ننظموا معاهم هذا الشيء، وافقونا باش ننظموا التظاهرة في مدينة القنيطرة باش نحيوا الماضي. دونك هذه بطولة المغرب، اليوم راه تشاهدوا معنا بطولة المغرب، افتتاح ديال بطولة المغرب اللي بدا بمدينة القنيطرة. كريم عيد حميد رئيس جمعية منتجع الرمال والبحر، هذه تظاهرة رياضية، هذه محطة من المحطات ديال البطولة الوطنية ديال سباق الدراجات وسباق ديال السيارات، لي بوغي لي كواد والدراجات النارية. هي في حقيقة أولا تظاهرة رياضية، ولكن من خلالها هي تظاهرة سياحية للتعريف بالمنطقة والتعريف بهذا الشاطئ الجميل ديال شاطئ مهدية. لن تفوتني الفرصة أن أشكر الجميع من قدم يد المساعدة في هذا الإنجاح. هذه التظاهرة هي المحطة الثالثة وطنيا بعد مدينة طنجة ومدينة الدار البيضاء، وبالتالي نتمنى النجاح لهذه التظاهرة التي تستمر إلى غدا إن شاء الله المساء. يعني كم عرفوا أن هذه المسابقة واحد الوقت طويل وهي لا حبسة في مدينة القنيطرة. مدينة القنيطرة كانت من ومهدية خاصة كانت من المدن السباقة لتنظيم مثل هذه التظاهرات، لكن من بعد تم في أواسط من 89 تقريبا، من 89 المدينة بحال اللي تخلات على هذا النوع من الرياضة، وحنا نأمل أن نحييوها مرة ثانية ونشجعوها ونعرفوا بها أكثر فأكثر. العريش عبد الله رئيس النادي الملكي القنيطري للدراجات النارية. القنيطرة تعود مجدها من جديد. السيارات والدراجات النارية هو نادي عريق كانت مدينة القنيطرة، ولا زال هذا النادي يكافح بفضل المجهودات التي يقدمها الذين يضحون بوقتهم الثمين من أجل إحصاء القواعد الثابتة لهذه الرياضة. واليوم الحمد لله تعود الحياة من جديد. اليوم إذا كانت جمعت السيارات مع الدراجات النارية، حنا الدراجات النارية راها غير من أجل مش قدموها كعرض كأبواب مفتوحة للناس يتعرفوا على أنواع ديال الدراجات النارية. حنا ما دخلناش في البطولة، ما دخلناش في كأس العرش، ما خرجناش على القانون ديال اللي كتضمه الجامعة. حنا خرجنا كصداقة كتعارف كحب كعاد من جديد لأجل إعطاء نفس جديد لهذه الرياضة بمدينة القنيطرة من جديد. هذا هو الحب ديالنا. واليوم الحمد لله أنت كتشوف عرس رياضي كبير ضم الرياضات أو الدراجات النارية، ولما لا أن يكون هناك اتفاق بين السيارات وبين الدراجات النارية. لأن احنا أنا العبد ربي الذي سعى منذ الأول من كنت رئيس، وأنا أقول دائما انضموا لنا السيارات، لأن السيارات داخلين في النطاق ديال الجامعة الدولية، لما لا؟ ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا هو اللي بغي نبين، على أن مدينة القنيطرة لا أمجاد، ماشي غير في السيارات ولا فادا، وفي جميع الرياضات القنيطرة كان دائما عندها أبطال، لأن نعود الحياة من جديد. كان دائما في مدينة القنيطرة أمام البلدية كان دائما كنضموا مسابقات في السيارات، ما كانش هادشي ديال اي اس يور، كانوا سيارات أخرين اللي هما سيارات عاديين. وكان المرحوم مشيش حفيد اللي كان بطل، وكان فاروق، وكانوا بعض الإخوان كاملين كنعرفوهم في هذا النوع ديال الرياضة. لماذا ما نعود المجد اليوم بهذه السيارة ديال اس اس في؟ اليوم عندنا 36 سيارة ولا 40 سيارة اللي موجودة في مدينة القنيطرة، ولماذا
علاش غنديروا حنا؟ علاش غادي نقول لهم لا انتم خليكم بوحدكم حنا بوحدنا؟ الا ما نجمعوا الشمل بيناتنا حنا ما كنتلقى حيدين ماك الحمد لله باش نجيبوا باش ما يكونش الحواديت. هما عندهم واحد الوقت ديالهم معين وحنا عندنا واحد الوقت ديالنا معين ما كنتلاقاوش. اذا لماذا ما يكونش عدد رياضي كامل شامل؟ لما لا؟ هذا هو الهدف ديالي انا اللي كنت نتمنى فيه. بما ان هذا الرياضه هذه درجه ثانيه راه داخله في الجامعه الدوليه خصنا نعموها نقلبوا على الجانب اللي هو غادي يكون جانب رياضي محض. ولهذا علاش ما نجلسوا معهم كطاوله مستديره ونذكروا بعض الناس اللي هو خاص بالسيارات ومع الدراجات الناريه ونجمعوا الشمل ديالنا ونكونوا دائما عصر رياضي موحد. لما لا؟ حنا اليوم تيقول لك لا ما تمشيش مع السيارات عندهم وقت ديالهم محدد ما عندنا مشكل فيهم ما كاينش الحمد لله ما كاينش الحوادث ما كاين والو. هذا اللي كاين خاص الناس اللي مفكرين يكون عنده واحد البرنامج مخطط جهنمي ويكون فيه داخل فيه روح رياضية عالية بعيد على كل الهفات وكل ما يسيء للرياضة.